قليل. دخلناها نعم، دخلنا اللفة الأخيرة. الأمين شنتوف، يا سلام عليك يا أمين. هنا الإسباني يدخل ثانيا، التونسي ثالثا، يتراجع الكيني للمركز الرابع، وصراع على مستوى الميداليتين الفضية والبرونزية. والمغربي المتألق، يا سلام، المغربي المتجلي الأمين شنتوف هو صاحب الميدالية الذهبية. هنا يتقدم الإسباني، الإسباني نيفيز، غوستافو نيفيز هو قائد الكوكب الثاني. إذا الأمين شنتوف بنفس الروح، بنفس القوة، بنفس السرعة، بقوة التصميم يدخل مركز أول. المغرب، المغرب، نعم نعم نعم، الأمين شنتوف، الأمين الأمين الأمين، رقم عالمي جديد. 13 دقيقة 53 ثانية، 77% جزء الثانية. لك التحية، لك التقدير، لك الاحترام. هناك صراع الثلاثي على الفضة والبرونز، تونس وكينيا، كينيا وتونس، كينيا وتونس، صراع كبير. تونس، تونس، نعم نعم نعم، ورقم جديد أيضا يتوالى. يا لها من إنجازات، يا لها من ليلة، ليلة من الليالي الكبيرة على مستوى ألعاب القوى العربية. المغرب وتونس، الذهب للمغرب والفضة لتونس. الأمين شنتوف رقم عالمي جديد، 13 دقيقة 53 ثانية و 76% جزء من الثاني. إبداع ما بعده إبداع، وتجلي في ليلة من الليالي الملاح في أم الألعاب الرياضية، ألعاب القوى. الأمين يزهو ويفتخر ويعتز بعلم بلاده، علم المغرب، العلم الذي رفرف عاليا في سماء الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 84، في سول 88، وكذلك في الألعاب الأولمبية في سيدني، في أتلانتا، في أثينا 2000.